ما يتقال عليك ان نعتبرك من اللاعبين نجحت في فرنسا وفي اوروبا، علاش من لاعبيتنا في تونس قليل اللي نجحوا في فرنسا مثلا؟ وانت تعرف مليح بطولة فرنسا. شوف، فما دي جوار في لهنا في فرنسا، الناس بتتأقلم ديما مع الجروب، لازم تدخل ديريكت في الجو. واحنا عندنا دي جوار تيميت برشا، ما تحسش ترقام جابت روح. وواحد كي تبدا صحيح كي تمشي جماعية جديدة سواء في فرنسا سواء في بلاد أخرى، فهمت لازم ديريكت تدخل في الجو. إذا بسقط جابت روحك وفي كوان وقاعد وما نحكي مع حتى حد، فهمت واحد ما تنجحش. معناها مش امور ملاعب، مش ملاعب ولا امور تكنيك لا 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 ولا لا امور لا لا، فما امور شخصيه، معناها قوة شخصيه حاجه هكا يعطيك تفيد. الصحة يعطيك الصحة. ناس بتديكتومو معناتها تفرض روحك وتوري روحك اللي انت جاي لهنا باش جاي باش تلعب باش توري روحك، فهمت؟ تفك بلاستيك، فهمت؟ كل ملاعب يكون توقع باش ينجح في فرنسا وما نجحش، يعمل ولا يعمل مسيره خير من اللي عملها في فرنسا. الوحيد في البريود اللي مشيت فيها انا وقت باش نقول لك شكون، القمامدية، هيك القمامدية ستراسبور مش هي رابطة. وقت مشى مع كريم حقي استراسبورغ. انا حتى من بعد كي حكيت مع حقي قلت له شنو اللي صاير، قال لي نفس الحكايه نفس الكلام اللي قلته لك، ما تاقلمش ما تدخلش في الجو، فهمت؟ فهمتك. اي كيف في بريود هيك القمامدية ما شاء الله من اقوى، معناتها من اسرع لي زاتاكون ورابيد برشا ويماركي، تبارك الله عليه، فهمت؟ اي ما نفكر ماتش الارجنتين في كاس القارات وقت عمل ماتش تي ما شاء الله عليه وقت، فهمت؟ وتوا الوحيد ملاعبية توا التوا لاعبية توا. شكون اي عندنا مشى لاوروبا وما نجحش؟ بالعكس كلهم نجحوا، اللي مشى لاوروبا نجحوا. الحدادي مشى ما تولدش مسيرة مثلا، نقول شكون؟ روج فرجاني بسام السراوي في اي اوكي، الروج ما زاد كيف نسيته بالرسمي. فرجاني لعب عام ولا اي وبعد رجع لتونس. اي شو نقول لك، فما حكاية تنجم تقول الجو متأقلموش، فهمتك. فهمت بالعكس ابارسا معناتها هذم اللي سميتهم انتو سميتو انا، باقي الاخرين كلهم معناتها عملوا دي سيزون باهين وخرجوا، معناتها خرجوا مش بقول من باب الصغيرة، خرجوا من رجلين، فهمت؟